فاش كتكونوا معوضين. يلا نوضوا تقعدوا نتوما لبسوا حوايجكم خلاص باش ما تعطلوش على الناس. اوف عاوتاني غادي نبقى عاد نلبس دوك الحوايج. نقدر نمشي بهاد الشوط او ويلي على نمشي بشوط. شنو صحاب لك غادي للبحر؟ احنا غادي معوضين عند الناس. واش باغي دير لي الشوه؟ نوض قاعد تلبس شاوطك وصافي. واخا انا غادي نلبسهم. عمشي تما الحي تسوالو ونبقى بشوط. يلا وانتي اش كتسناي؟ انا باقا تنفكر ماما شنو غادا نلبس. هادشي نوضي خلاص قالك غادا نفكر. مالك غادي يدويو فيك؟ شوفي انا غادا نلبس حوايجي وغادا نخرج والله شي واحد ما لقاه واجد حتى نخرج ونخليكم. يلا نوضي خلاص صبي. وملي نوصلوا عند الناس دير لي الشوه عاوتاني. شطحي وقيسي شطحي شويه وجلسي. مشي وصلت تما تبداي طايط تبداي تنقزي. صافي واخا نشطح شويه وانجلس. المهم انا مشيت نلبس حوايجي. وما تكتشيش الماكياج اه باش يطيح عليك السر. فين هو الاخو عاوتاني؟ واسي حسن وهاني ساليت هاني ساليت. ها كي جيتك؟ لا لا زين تبارك الله خاصك على العقل. عارف راسي زين. وانا ها ها كي جيتك؟ اه هو انت بعقلك خاصك على الزين. شنو قلتي؟ لا لا والو والو. عرفتي انت لي من كتشبهي؟ باينه غادا نكون على هذيك الممثله اللي كتبان في التلفاز هذيك البويبطه هذيك كتشبه ليها كلشي كيقولها ليا. لا لا كتشبهي للمعطم والكيف. ويلي انت مالك هكا خضر؟ مالك خضر ولابس الابيض وزوين عليك من الفوق. اجي انت فين غادي بديك الميكا؟ لا غادي ندير فيها شي بركه. واش حنا عاطينهم جوج طباصل ديال الطوس ودافع لهم 50 درهم في الدفوع وما نجيبو معانا حتى الدجاجه؟ حشومه. ويلي انت لمن هاد الدجاج؟ واش بغيتي دير لنا الشوهه تما قدام الناس؟ لا لا ما كاين لا شوهه لا والو. انا غادي نجيب على الدراري مساكن باش ياكلوا. الدراري راه كيلبسوا حوايجهم غاديين معانا. اه هكاك صافي غادي نعطيها لواحد القطه مسكينه كتكون حدا الباب كتكون حامله. عرفتي كون راه تعرفي الاجر اللي عندك فيها لا عطيتيها الماكله عرفتي شحال من حسنه غتبقى بالجوع وتوكليها هي. انت كيفاش طاحت عليك هاد المحنه؟ وفين عمك وكلتي شي قطه؟ ياك غير كتشوفهم تتبدا تشير عليهم بالحجر. لا لا داكشي كان شحال هادي من هذا ما كيتبدل مع الوقت. لا دابا ولاو عزاز عليا القطوط. اه هكاك اي والله يجعلني نتيق. اجي نشوف يدك هادوك الدبالج ديالي عييت ما نقلب عليهم. ايها عرفتهم دياولك ولكن راه جاوني زويونين. ويلي على راجل داير دبالج ديال العيالات غادي يبقاو يشوفوا فيك ويبقاو يضحكوا عليك. لا لا هاني ماشي مشكل انا اصلا دايهم على ود العيالات باش يشوفوا فيا. عاود شنو قلتي؟ لا لا والو والو قلت لك عا زوينين خليهم ليا. والله يعميها لك راني حاسبهم هاودني منك وتشلفهم. لا لا ما تخافيش قولي ليا حنا فين غادن؟ واش غادا نبقى كل مره نعاودها لك؟ احنا غادي معوضين عند جارنا الجلالي عنده السبوع ديال ولدو حمد. علاش؟ واش حمد ولد الجلالي؟ وايه ولدو. وسبحان الله وكاع ما يشبه لبوه. انا جاني كيشبه على القاسم القزام عرفتي هذاك اللي تحت وفوتو كوبي على قاسم محطوط مع ديك الدوره ديال الودن وديال الراس وداك النيف من قد وفوتو كوبي. اسمعني اسمعني مزيان شنو نقول لك. عندك تمشي قدام الناس وتقول هاد الهضره هاودني منك. واش باغي تفركتهم؟ لا لا ما تخافيش ما غادي نقول والو ولكن والله تحمد يشبه القاسم. وعاد شوفي تشوفي قاسم راه ما يشبهش البوه الجلالي. راه انا شاك يكونوا بدلوه له في السبيطار. كاين اللي دخل بنت عطاه ولد. هانتي شوفي على المعطي ولدو كاع ما يشبه له. المعطي وجهه كحل ومصدي وولدو وجهه ابيض كي داير ليها. ولا بقيت تتحقي في ولدو مزيان تلقاه كيشبه الحاج التامي الله يرحمه. تعقلي عليه وسكتنا الله يعطيك العذاب. واه تنقول لك اللي كاين هانتي انت كاع ما تمشي بعيد. شوفي على الحاج حسن ياك دخل السبيطار على الحلاقم واه عطاه سعيد قالوا له مع دخل يفتح على الحلاقم قالوا له مبروك عليك راك حامل وولدتي هاد الولد هاك ديه. راه عطاه ساعد شنو خلاه تما راه داه رباه. وشنو دابا دابا تيتشاب هو باه هو ولدو عنده اللحيه وباه ملط كي دار ليها. هادشي انا قلت لك دوك السبيطارات راه كيكثر عليهم الضغط عاد تيبداو يهزو يعطيو الناس. هاك انت شد هاك مباك ومسعود هاك انت عندك توام هاك دي الله يسهل هاك انت ما عجبكش هذا هاك بدل له هذا عطيه لاخو هاك. اش نقول لك اللي كاين شي في هاد الحومه راه شي ما يشبهش راه تبقاو ساكتين وصافي. واش انت سوقك فيهم؟ شوف عندك وعندك تقول هادشي قدام الناس انا علمتك. اي صافي فهمت. لا لا غادي نسكت ما غاديش ندوي. وتبت شويه توصل تما سلم على الرجاله وجلس وسكت. اه ولكن
ولكن علاش ما ندخلش نسلم على العيالات هما الاولين؟ راه غادي يشوفوني سلمت على رجاله غادي يقولوا لك راجلك ما فيهش الصواب. ها انت سلمت على العيالات هما الاولين، راه غادي تمشي تجلس مع رجاله. اه فهمتك، وعلاش ما نجلسش مع العيالات؟ احسن تعا قول لي واش تسطيتي دوك الرجاله، واش غادي ياكلوك؟ وخاصك تفهمي علاش ما بغيتش نجلس مع رجاله، لحقاش ما عنديش مع شي وحدين تما، ما عنديش مع داك المريك ديال المعطي وداك القطاطعي ديال جلال وداك الصفار ديال احمد وولد مينا وولد عيشه وزيد وزيد. ايوا اش بقى انت راك مخاص مع الرجاله كاملين. ايوا قلت لك جلسيني مع العيالات حسن. ويلي ويلي مع منانا، عرفتي شنو عدير؟ نصل ديك الفوقيه والله الا مشيتي معايا ولا عتبتي طريقي. لا لا غادي نمشي صحه، انت ضربت الحطه وبنت زوين عليك وما تخلينيش نمشي. شكون انت اللي ما تخلينيش؟ انا غادي نوريك شكون انا. بلاتي نحط هذا لحمك كلاك هاد الايامات، راه بان لي خاصك شي قتله العصا ديال بصح.